باتجاه سلطان، محاولة حلوة لا سلطان يلعب كرة جول. دانيال بياسالان يسجل أول أهداف هذه المباراة الآن عن طريق عرضية جميلة كانت من سلطان. إذا دانيال بياسا يسجل رابع أهداف الآن في دوري أدنوك للمحترفين. نعم دانيال بياسا يفتتح التسجيل الآن لمصلحة فريق هدف لنادي كلبة اتحاد كلباء. هدف الآن لمصلحة فريق اتحاد كلباء عن طريق اللاعب دانيال بيسا. لكن شوف سلطان، شوف شوف سلطان، عرضية جميلة ونهاية أجمل في المرمى، قوية جدا قوية جدا في مرمى عبد الله سلطان. يسجل الآن اتحاد كلباء أول أهداف هذه المباراة، ليتقدم الآن اتحاد كلباء بهدف مقابل لا شيء، ويزيد من صعوبة فريق الظفرة في هذه المباراة. شايف سلطان بشكل حلو لعبها، انطلاقة ممتازة الآن من وليد، محاولة لاتحاد كلبالان، حبيب معاه بالفعل باتجاه حبيب وضاعت وجول. جول كالعادة حبيب، كالعادة حبيب هو من يسجل في مرمى الظفرة. الآن الهدف الثاني لينهي الأمور تماما، ليؤكد الآن بأن فريق اتحاد كلباء أنهى الأمور الآن في هذه اللحظات، أنهى الأمور تماما خلاص. الأربع دقائق أيضا تنتهي، اتحاد كلباء إلى النقطة رقم 24. حبيب الفردان كالعادة يسجل الآن، وأيضا من أحد هدافي لقاءات الفريقين. الآن يضع هدف الثالث في الدوري والثاني في مرمى فريق الظفرة هذا الموسم، والأول في هذا الموسم، والأول الآن له في هذه